لكن احنا قلنا في البرنامج هنا هنحاول بجد عشان اثبت لك ان انا بعبر عنك، ان انا هبقى معاك في الشارع، هبقى معاك في كل محافظة، هبقى معاك في كل حلقة في مكان شكلي وفي موضوع مختلف. طب ما انت هتقعد وقول الكلام ده وهنجود مع بعض بس، لا ده انا دايما كل حلقة هقولك شوف انا كنت فين والنهاردة فين وبقدم لك ايه وبساعدك ازاي. علشان كده شفتونا في اول حلقة كنا في اينا، والحلقة اللي فاتت شفتونا واحنا بنتكلم في نشاطات سقيا الماء والبرنامج وجولاتنا اللي احنا هنروح فيها في الاقصر. وعاوز اقول لكم كمان بالمناسبة على ذكر موضوع الاقصر، ان احنا قلنا ان شاء الله 13 و14 و15 فبراير مبادرة اهالينا للبرنامج ولمؤسسة سقيا الماء هنكون موجودين في الاقصر بقافلة طبية ودعم للمنازل بقى اللي محتاجة اعمار وبطاطين وكل انواع الدعم، الاعمال الخيرية اللي هي ايجابية اكتر منها الشغل اللي انا بتكلم عنه. وبمناسبة الشغل وعاوز اقول لكم ان انت بتحقق اي حاجة اقدر احكي معاكم فيها واحقق بيها شهرة ونفضل نقطع منها بقى ونشير على السوشيال ميديا، يعني احد الفنانات ايه يعني سما المصري مثلا راحت معرض الكتاب بالبيجامة في 48 ساعة 1,800,000 مشاهدة. وانت احلام مواطن في 1,800,000 مشاهده الحلقه زي كده عمال تقول لي فيها انا بقدم يا جماعه خير وبروح اساعد الشباب وبوظف الشباب، والنهارده هنعرض لكم تقارير في البحيره ناكد بيها مبادرات مهمه جدا للدوله المصريه، وسخيا الماء راحت السيوه وراحت مطروح وهنروح الاقصر. هل انت بالمحتوى ده هتعمل 1,800,000 مشاهده؟ طب انت